السلام عليكم، معكم أحمد الرسام. سوف نختصر كل المعلومات في عندما نقول الفضاء يجب أن نقول وكالة ناسا الفضائية المثيرة للجدل بسبب نعتذر منكم على هذا الخلل الواضح. الأبحاث التي تصرف عليها المليارات، وأنا أظن أن بعضها عقيم. لنبدأ القصة مع أفضل إنجاز لوكالة الفضاء ناسا، وهي المحطة الدولية للفضاء. هكذا تبدو نهارا وهكذا تبدو ليلا. بمسافة عن الأرض تقدر ب 400 كيلومتر، ووزنها البالغ 460 طنا، وتسير بسرعة 8 كيلومترات بالثانية الواحدة حول الأرض، حيث يقدر قيمتها 250 مليار دولار، وهو الإنجاز الأغلى حول العالم. And lift off. We have lift off of the Progress resupply ship heading into. وبهذه الطريقة تم تجميع كل قطع المحطة الدولية للفضاء، حيث تم إرسال كل قطعة لمدة 6 ساعات من الأرض إلى المحطة بتكلفة 200 مليون. المشكلة أين؟ استمع لعالمهم ماذا قال في التحام الوحدتين الأمريكية والروسية. بوابات الوحدة الروسية مستديرة، بينما بوابات وحدتنا مرب. العبرة أنك مهما كنت عالما فممكن أن تقع في أبسط الأخطاء. المشكلة الأخرى هي البحث عن الصحون الفضائية والكائنات الفضائية، رغم أن مركز هابل لعلوم الفلك، حيث أن تلسكوب هابل يرى على بعد ملايين السنين الضوئية، حيث حتى لو تم إيجاد كوكب فيه كائنات فضائية وصالح للعيش فلا يمكن الوصول إليه علميا، لأن المادة لا تتحول إلى أشعة. ومن العجيب أيضا أن مركز هابل حتى لو رصد نيزكا يسقط على الأرض لن يستطيع تغيير مساره ولا حتى تحذير الناس. وهذا المقطع في روسيا باختصار أن كل هذا الأكشن لكي يعملوا رحلات للأغنياء بملايين الدولارات لا غير. وإن كان لكم رأي آخر ضعه بالتعليقات، ثم اشتركوا وشاركوا المقطع. من السهل جدا الحصول على تفسير لشيء غريب ونادر. الفضاء بيئة ليست مخصصة لعيش البشر.